بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار بهديه واقتفى أثره ليوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله جميعا. اليوم في الصف الأول أحد الإخوة انصرف، إما لأنه تذكر شيئا أو على غير وضوء نحو ذلك. السنة في هذه الحال أو في تلك الحال أن يتقدم أحد من الخلف فيسد هذه الفرجة، وهي خطوة يحبها الله جل وعلا. يمكن أفضل خطوة يخطوها المسلم هي ما يخطوها لسد فرجة في الصف. إن ما حصل يتضامن الناس، أما بقي يمكن الإمام خلص الركعة القراءة كاملة والمكان فارغ، وهذا يعني قلة علم. اللي وراء على الأقل يغتنم هذه الفرصة ويكون في الصف الأول فينال الأجر العظيم. طيب، إحنا الدرس الماضي كنا تكلمنا في سجود السهو، ومررنا على 9 أحاديث تجمع أحكام سجود السهو. لكن سجود السهو ككتاب فقهي أو موضوع فقهي يتجاوز 100 أو 120 صفحة، لما احنا تكلمنا في أهم ما فيه، وقلنا بالذات مسألة قبل التسليم وبعد التسليم، وأظن الأمور اتضحت لا من حيث السنة ولا من حيث التعليل أو العقل. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما وقفنا عنده في كتاب البيوع. نقرأ الحافظ رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم وزاد أو في رواية قال: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. هذان الحديثان أو هذه الحديث واحد أول معه رواية، هذان الحديثان فيهما النهي عن بيوع ربما يجهلها أكثرنا. كثير من الناس لا يعرف يعني إيه فضل الماء، ويعني إيه ضراب الجمل، ويعني إيه عسب الفحل. بداية أول هذه المباحث في هذا الدرس أن نتكلم على النهي. النهي والأمر كلاهما طلب شيء من الشأن، إما طلب الكف على وجه الاستعلاء وهذا هو النهي، وإما طلب الأمر على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهذا هو الأمر. يعني إما أن يطلب منك الشارع أن تكف عن الشيء، وإما أن يطلب منك الشارع أن تفعل شيء. فإن نهاك يعني طلب أمرك بالكف، نهاك عن الفعل، وأما الأمر أن يأمرك بفعل شيء لكن على وجه الاستعلاء. لماذا؟ نقول أن هناك طلب كف وطلب فعل على وجه التسوية، يعني أنا ما أقول لأخويا أو زميلي اعمل كذا ليس على وجه الاستعلاء، هو صديقي أو ولد يخاطب ابن فلان يقول له ما تروح هناك، هذا ليس على وجه الاستعلاء، إنما هذا على وجه الالتماس، يقول له هات لي كذا سوي لي كذا، تقول يا رب افعل كذا. هل تأمر الله؟ لا، تلتمس تدعو، هذا دعاء. أما إن كان من جهة عليا لجهة دنيا، من زوج لزوجته، من أب لأبنائه، من مدير لمدرائه ونحو لموظفيه، فهذا يسمى طلب الكف على وجه الاستعلاء. فإذا كان من الله لعباده فهو أعظم أنواع طلب الكف. وكذا الأمر، الله جل وعلا أمر العباد بكذا وكذا وكذا على وجه الاستعلاء، لأن له الأمر، لأن الحكم والأمر والملك سبحانه وتعالى، فيأمر من يشاء على وجه الاستعلاء. النهي له صيغ كثيرة، له صيغ كثيرة، منها ما جمعناه: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى عن بيع كذا، نهى عن بيع الملامسة، المنابذة، ولا طيب له صيغ، منها أو أشهرها الفعل المضارع المقترن بلا الناهية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقربوا الفواحش، ولا تكتموا الشهادة، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أولادكم. كل هذا فعل مضارع مقترن بلا الناهية. يفيد، هل يفيد التحريم مطلقا؟ لا يفيد التحريم مطلقا، قضية طويلة، باب النهي باب طويل. لكن هل هذا المنهي عنه، هل هذا المنهي عنه مجرد حصول النهي، النهي يقتضي فساده؟ يعني حين ينهاك الله جل وعلا عن بيع كذا، هل هذا النهي يقتضي الفساد مطلقا أو لا يقتضيه؟ لأهل العلم في هذه المسألة أقوال كثيرة، وأرجحها وأحسنها أن النهي أقسام ثلاثة، وهذا مذهب الحنابلة. قالوا النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرط المنهي عنه، أو إلى أمر خارج عن المنهي عنه.
فإن عاد إلى ذات الشيء أو شرطه بطل، وإن عاد إلى أمر خارج لم يبطل. كيف عاد إلى الذات؟ نهي الشارع مثلا عن صوم يوم العيدين، هذا نهي إلى الصوم ولا إلى الشرط ولا إلى أمر بر الموضوع وبر الصيام؟ نهي متوجه إلى ذات الصيام، فإن صام يوم العيدين الفطر أو الأضحى هذا النهي متوجه لهذا الصوم يقتضي فساد هذا الصوم. لماذا؟ لأن النهي توجه إلى ذاته. إلى الصلاة مثلا، النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس أو تشرق، والنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هنا النهي متوجه إلى ذات العبادة يقتضي بطلانها. فإن أوقع صلاة بعد العصر واحد قال أنا أقوم والله أتنفل وصلي ركعتين بعد العصر، نقول هذا ركوب للنهي. الشارع لما عمد إلى النهي عن الصلاة بعد العصر أو بعد الفجر أراد إعدامها في ذلك الوقت. الصلاة خير، لكن الله لا يراها خيرا في هذا الوقت، إما لعلة نعلمها خشية التشبه مثلا بالكفار فإنهم يسجدون للشمس حين خروج إلى آخره، أو لعلة لا نعلمها، أو حتى يحثك على الامتثال مطلقا. أليس الصوم محببا إلى الله جل وعلا ومع ذلك ينهى عنه؟ أليس القرآن محببا إلى الله وهو أعظم الكلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راقعا أو ساجدا. طب ما واحد راقع الآل وقال يا أخي لي خليني أقول سبحان ربي العظيم ما نقرأ الفتح، أو الله أقرأ مقدمات سورة البقرة أو خواتيم البقرة، قل لا، هذا منهي عنه لذاته، فإن أوقعته وقع محرما وباطلا. المرأة تنهى عن الصيام وهي حائض، وتنهى عن الصلاة وهي حائض، فلو أنها صامت وهي حائض فإن صومها باطل باتفاق المسلمين، حقي إجماع، وهي آثمة أيضا إن كانت تجهل إن كانت عالمة باتفاق المسلمين، وعليها القضاء بإجماع المسلمين، إجماعات ثلاثة في كون المرأة الحائض تصوم: أنه يحرم عليها إجماعا وتأسم إن كانت عالمة، أنه يقع باطلا، أن عليها القضاء. لماذا؟ لأن هذا نوع من ركوب النهي. الشارع لما نهى له غرض في هذا، هو إعدام هذه العبادة، إما أن يعلمك أن تمتثل عموما لا تقيس بعقلك، أنت الله شايف العبادة دي كويسة لكن الله لا يحبها الآن، أو على أقل تقدير التزم أمر الله. ولذلك هذا توجيه لأهل البدع، كون الشارع لا يشرع هذا الشيء في موضع ما هذا يعني أنه لا يريده، بدليل أن الشارع مثلا شرع لك أن تصلي ركعتين بعد طواف، بعد طواف مطلقا كل طواف لك أن تصلي ركعتين عند المقام، بينما لم يشرع هذا في السعي، أو لا، أنت تسعى الآن سبعة أشواط، هل يشرع لك أن تصلي ركعتين عند الشوط السابع؟ ليس من السنة. ومن فعله اعتقادا أو قياسا، يعني اعتقادا لفضله أو قياسا على الطواف، قيل له أنت مبتدع. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أحرص الناس على الخير وأعلم الناس بمراد الله ومراد والشريعة، ومع ذلك صلى هنا ركعتين ولم يصلي هنا ركعتين. ما تأتي أنت بعقلك القاصر جدا تقول والله يا أخي طالما صلى هناك يبقى لي أن أصلي هنا، طالما شرع كذا فلي أن أشرع كذا، ثم يأتي الأحمق فيقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، يفهم أنه مفتوح له الباب يسن ما يشاء، هكذا البعض يفهم المبتدع حينما يقول لك طيب ماذا عن سنة في الإسلام؟ من سن في الإسلام؟ أتعتقد أيها الغابي أن الشريعة تعطيك الحق والضوء الأخضر أن تشرع ما شئت وأنا أشرع ما شئت وهذا يشرع ما شئت، وفي كل زمن وحين يشرع الناس ما يشاءون بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة، وتختفي الشريعة حتى تضمحل؟ أو لا، كل واحد يقول والله من سن في الإسلام أنا أرى أن الذكر 113 مرة يا عزيز يا عزيز فضل، والثاني يقول لا ده 143 مرة بالتجربة، خرافات نسمعها. لماذا يقول من سن في الإسلام؟ طب عد البشر وعد السنين وعد الأعمار، وكل إنسان يفهم من سن في الإسلام سنة حسنة أن يشرع في الدين ما يشاء، فإن الشريعة تضمحل تختفي تماما ويظهر لك هذه البدعة كاملة. المهم يا أخوان أن النهي إن عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي بطلانها. مثل إيش مثلا؟ نهى عن بيع البيع يوم الجمعة مثلا بعد أذان الجمعة
الثاني لمن تلزمه الجمعة. إن أوقع البيع هذا الوقت فإن الشريعة أمرت بترك البيع وذروا البيع. فإن أقمت أنت بيعا أو عقدا بعد أن أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة فإن البيع يقع باطلا. لماذا؟ لأن النهي متوجه إلى ذات المعاملة. إذن هذا الأمر يتناول المعاملات ويتناول العبادات. إن كان النهي عائدا إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة أو ذات المعاملة استوجب بطلانها. طيب ماذا إذا عاد إلى شرطها؟ مثل إيش الشرط؟ البيع الآن من شرطه العلم بالمبيع. لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الحمل أو حبل الحبل ونحو ذلك، هنا النهي عائد إلى البيع أو إلى شرط البيع؟ شرط، لأن العلم بالمبيع شرط في صحته. لما بيع حمل أنا جراني إذا شكله إيه؟ لا هنروح صنار بالمعزة ولا هنعمل البقرة تحليل دي، لا احنا ما نعرفش الحمل ده نوعه ايه، وهل ينزل حيا او ينزل ميتا، وهل يكون ذكرا ام انثى، وربما الاسعار تختلف، وهل يكون ذكرين ربما اكثر ربما اقل. فالشارع نهى عن بيع الحمل لان العلم بالمبيع شرط في صحة المبيع. اذا هنا النهي متوجه الى الشرط ام الى البيع؟ الشرط نفسه. كذلك يقتضي بطلان البيع. كذا ان عاد الى شرط العبادة، الان رجل قام يصلي وهو يعلم ان شرط الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة، فيعلم أن النجاسة على الثوب ومع ذلك قام يصلي، فما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأنك مطالب شرع بتحقيق شرط الصلاة وهو طهارة البدن أو الثوب. وكذا إن علم أن البقعة التي يباشرها بأعضائه السبعة نجسة، يعلم أن الولد بال في هذا المكان وسيبال، يعني لو أن البقعة على هذه المعلومة المهمة للأهمية، الشرط أن تباشر بأعضائك السبعة سبعة مواضع طاهرة. إن كانت النجاسة في دون السبعة فلا أصل. فاهمين إزاي؟ يعني لو كانت هذا بس البقعة النجسة بال عليها صبي، فباشر بيديه المكان الطاهر وبجبهته المكان الطاهر وبركبتيه المكان الطاهر وبطرفي قدميه المكان الطاهر تصح الصلاة. لكن إن كان سيباشر في سجوده المكان النجس فإنه لم يتحرى طهارة البقعة. الآن هنا الأمر بطهارة المكان من شرط الصلاة أو من نفس الصلاة من شروطها، فالنهي متوجه إلى شرطها فتبطل الصلاة. وقضية النجاسة أو حمل النجاسة في الصلاة لها صور. أولا أن يعلم العبد أن بثوبه نجاسة ثم يدخل في الصلاة وهي عليه يعلم بها، فهذا فوق بطلان صلاته يأسمه. لماذا؟ لأن نوع من العبث بالشريعة واستهزاء. تعلم أن الله أمرك بتجنب النجاسات ومع ذلك تدخل في الصلاة ومعك النجاسة على ثوبك تعلمه، فحينئذ يقال له أخرج وتوب إلى الله من هذا التصرف ثم أزل النجاسة ثم صلي، فصلاتك باطلة مع إثمك. لماذا؟ لأنك تستهزئ بالشريعة، يأمرك بالطهارة ومع ذلك تجاهلت هذا ودخلت الصلاة. لا فرق بينك وبين من دخل الصلاة وهو يعلم مع غير وضوء. هذا إن كان عالماً بالنجاسة واضح أمر. طيب إن كان عالماً بالنجاسة ثم نسي فدخل الصلاة، ها يا أخوان، وما تذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، يعني الثوب به نجاسة وهو يعرفها لكنه سرح نسي كسل يغسلها دلوقتي، ثم جاء صلاة العصر مع اهتمامه بالصلاة توضأ وجاء إلى الصلاة لاهيا ناسيا فدخل في الصلاة ثم بعدما انتهى من الصلاة تذكر النجاسة، ما حكم هذا؟ على الصحيح لا تعاد الصلاة لأن النسيان من جملة الأعذار التي يعذر بها العبد. نعم يقال له عليك أن تبادر بغسل النجاسة متى علمت بها، وهذا التقصير لا شك. بعضهم يقول يعيد الصلاة لأنه قصر في إزالة النجاسة، لكن هذا محل نظر لأنه حين دخوله في الصلاة كان ناسيا، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإن أخذناه خلفنا القرآن، ولأن الرسول قال يرفع أمتي الخطأ والنسيان وما استقرئوا عليه. لكن نعم هو قصر في كونه لم يزل النجاسة ابتداء بمجرد أن علم بها. القسم الثالث، إذن هذا لا يعيد الصلاة على الصحيح. القسم الثالث أصلا لا يعلم بالنجاسة، لا يعلم بالنجاسة فدخل الصلاة فنبهه بعضهم أو كان ناسيا للنجاسة فتذكرها أثناء الصلاة، فماذا يصنع؟ يعني واحد على ثوبه نجاسة
أو في شرابه نجاسة أو في الطائية نجاسة، ما عرفها من الأول، نسي لما دخل الصلاة افتقر أو نبهه أحدهم، فهذا ماذا يصنع؟ هذا يقول أهل العلم إن كان أو إن أمكن إزالة العين النجسة دون أن يتأثر ستر العورة في الصلاة بشيء فإن عليه أن يزيل النجاسة ويستمر في صلاته. يعني النجاسة في الشراب ماذا يصنع؟ يقول يرفع رجله ويقلع الشراب وجوبا ولا اختيارا؟ وجوبا، ما هو بندبا ولا استحبابا، بل يجب عليه أن يزيل العين النجسة أو ما تلبست به النجاسة ما دام لا تعود بالسلب على ستر العورة. هذا واضح. ربما في شراب أو جاكيت أو طائية أو منديل، كل هذا يمكن أن يزيله في الصلاة، لكن ماذا؟ ثم طبعا يمشي في الصلاة، ودليل ذلك واضح من السنة، قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام ثم خلع إحدى عليه، فخلع الصحابة نعالهم، ثم لما انتهى من الصلاة قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. المهم قال أما أنا فقد أخبرني جبريل أن في إحدى علي قضرا، يعني هذا بالوحي، أما أنتم فليس عليكم ذلك. المهم الشاهد من الحديث ما هو؟ أنه لو كانت النجاسة التي لا يعلمها العبد تؤثر صلبا على الصلاة لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم باقي الصلاة على أولها. فاهمين إزاي؟ يعني الرسول لما شل النجاسة من عليه ماذا صنع؟ هل استأنف في الصلاة أم أكمل؟ أكمل. إذن الجزء السابق بوجود نجاسة مع الجهل بها لا يعود البطلان على الصلاة، فمن ثم أمكن البناء عليه. إذن هذا دليل. طيب إن كانت النجاسة في الثوب نفسه في الجلبية، أنا الآن تذكرت النجاسة في الجلبية أو في البنطلون الداخلي السروال الداخلي، أما بين الناس فلا تأتى أن تصلي جنبات لي بيقلع الجلبية ويركنها، ولا إيه رأيكم؟ هذا يتهم بالجنون حتى لو معه حق، هذا ليس أمامه. إن كان بين الناس إلا الانصراف وإزالة النجاسة ثم يأتي بالصلاة مرة ثانية، لكن لو كان في البيت وليس معه أحد أو عنده ولا أولاد وزقت نحو ذلك فخلع الثوب فلا بأس، لأنه حينئذ يكون الأمر مترددا بين أمرين، إما أن تحافظ على أخذ الزينة وإما أن تحافظ على الصلاة بدون ثوب النجس. فماذا تصنع؟ نقول محافظتك على الصلاة إنه أيضا فيه محظور آخر يا أخوان، وهو أنك تبطل العبادة مع إمكان الاستمرار فيها، والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم. الأصل أنك إن دخلت في الصلاة الفريضة خاصة لا يجوز الخروج منها إلا لعذر قاطع. أنا في البيت الآن وعلي سروال وتحت السروال ملابس وفوق السروال جلبية، ما المانع أن أنزعها ولا أحد يشعر بها؟ أو حتى إن شعروا بها فهم أهل البيت، أو كنت منفردا هذا أفضل من أن تقول سأخرج من الصلاة فأبطلها ثم أخلع الثياب. لا، إخلاعه حتى لو أثر سلبا على أخذ الزينة. إذن هذه المسألة أخوان انتبهوا لها وهي بعيدة عن موضوعنا جاءت عرضا، إما أن تكون النجاسة تعلم بها ابتداء ودخلت في الصلاة فهذا اسم مع وجوب إعادة الصلاة بعد التوبة، أو يدخل في الصلاة ويعلم وجود النجاسة ثم نسيها ولا تذكر إلا بعد الصلاة، أو أن يعلم بالنجاسة أثناء الصلاة أو يتذكرها، فعلى التفصيل الحل. طيب نرجع لمسألة النهي، قلنا إن عاد إلى ذات العبادة أو إلى ذات المعاملة أبطلها، وإن عاد إلى شرطها أبطلها. فإن عاد إلى أمر خارج، كيف خارج؟ النهي عن الكذب نهيا عاما في الصلاة، ما فيش في الصلاة، في الصيام، في الحج، أنت منهي عن الكذب مطلق. النهي عن الغيبة كلها حرام، السرقة حرام، لبس الذهب حرام على الرجال، سماع المحرمات، رؤية المحرمات، كل هذه فيها نهي عام، يعني لم يأتي في الإسلام أنه إن كنت معتمرا أو حاجا فلا تكذب، هذا نهي خاص، يقول النهي إلى ذات العباد لا، لكن لا تحريم الكذب، تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم سماع المحرمات، كل هذا نهي عام. أرأيت لو أوقعته وأنت صائم؟ هنا النهي له إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، إنما إلى أمر خارج. فما حكم الصوم؟ صائم يكذب أو صائم يغتاب أو صائم يسمع أغاني أو صائم يشاهد المحرمات، حينئذ نقول النهي ليس عائدا لا إلى ذات الصوم ولا إلى شرط الصوم، إنما إلى أمر خارج، فتصح منه العبادة مع كونه يأثم بالسماع أو بالرؤية أو بالكذب أو بالغيب. ولو أن الصوم يحرم أو يبطل بالكذب فكل على الدنيا سنة، يعني
إلا من رحم الله، من يجنب صومه الكذب والغيبة والمشاهدات نادر. حتى الصالحون يجلس وهو صائم يسلي صيامه، بيشوف إيه المسلسل ولا لا؟ كثير حتى من الملتزمين متابع المسلسل، وما شافوش بالليل يشوفه فين؟ في الإعادة. ولا تخلو المسلسلات من المحرمات، حتى لو كان زي ما سموه عمل درامي، لكن لا تخلو من المحرمات. فإن شاهد هذا لا شك أنه فاعل من المحرم، لكن لا يبطل صومه. إنما قال أهل العلم إن تكررت منه المعصية أثناء الصيام، نعم هي بذاتها لا تبطل، لكن بكثرتها قد تعود على الصوم بنقص الأجر حتى تمحق الأجر، يعني تنقص في الأجر حتى يمحق الأجر كاملا. نقول نعم فعل هذه المعصية في الصيام لا يبطله، لكن مع كثرته وتكرره يعود على أجره بالإبطال، ما عادش فيه أجر أصلا من كثرة ما أنت تمارس المحرمات. احنا نعرف أناسا إن جاء رمضان هو شهر اللعب في الليل وفي النهار، بالنهار ورق وكوتشينة وما أدري إيش، وبالليل أفلام ومسلسلات إلى آخره، فيخرج من صيام مفلس لا عنده شيء، حتى ربما صيامه لا يستفيد منه شيء. طيب كذلك في الحج يا إخوان، لو أنه حج فكذب أو اغتاب أو لبس خاتما من ذهب أو شرب دخانا، كل هذه الأمور النهي فيها عائد إلى أمر خارج عن العبادة، واضح ولا؟ فنقول يصح الحج مع الإثم بالدخان، مع الإثم بلبس الذهب، مع الإثم يعني لو أنه أتى، طيب إذا عاد إلى الشرط، هل لبس الإزار والإحرام شرطه أن يكون مباحا؟ هذه المسألة فيها إشكال حقيقة، يعني هل لبس الإزار والرداء من شروط الحج؟ لا يظهر أنه شرط، فلو أنه ارتدى إزارا ورداء من حرير نقول يأثم باللبس ويصح الحج، هذا الأظهر. طيب لو أنه صلى في أرض مغصوبة، هل إباحة ملق الأرض من شروط صحة الصلاة؟ لا، الغصب حرام مطلقا. فلو أنه صلى على الراجح في أرض مغصوبة تصح الصلاة، فإن كان هو الغاصب فهو آثم بغصب، وإن كان غيره فليس عليه بأس. وبعض العلم استفاد من هذه المسألة أمرا خطيرا، قال إذن فكل من كان ساكنا في عين مؤجرة لا يستطيع المالك إخراجه منها فهو غاصب شرعا. تأجير القديم المالك يعرف الله، على رأي بعض العلم يكون هذا نوع من الغصب، لأن الأصل انتهاء عقد الإجارة على رأس انتهاء المدة، لكن في بلد زي مصر المؤجر حينما دخل في هذا العقد دخل فيه على بصيرة، وهو يعلم أن المستأجر كالمالك في قانون مصر، فلا يظهر هذا الكلام ولا يظهر صحته. يعني في زمان كانوا على ما سمعت أن الوالد بيوخروا الشقة عشان تتأجر كده، ولا سمعنا هذا؟ يقول إيه؟ والله سمعنا، يقول بأخ يعني ما فيش، هو ما يصدق لقيه له مستأجر. طب المستأجر جاء والراجل فرحان يخاف إيده على قلبه يقول له هطلع، ويقعد معاه سنة واثنين ثلاثة وعشرين ثلاثين واربعين سنة، طلع قانون في مصر أنه يحمي المستأجرين ويجعلهم كالمالكين تماما. المؤجر الآن هل دخل في هذا العقد مغبونا أم على بصيرة؟ يعلم، لا ما مغبون، هو يعلم قطعا أن هذا النظام معه ويتمنى أن لا يخرج المستأجر. فالمستأجر الآن إن سكن واستمر واستقر لا يظهر أنه كالغاصب، لأن القانون يشملهما جميعا وكلاهما مطلعان عليه، يعني المالك والمستأجر. في الأخير يا شيخ الله أنت تحت، في الأخير ما عندي مانع، واضح يا إخوان؟ المالك دخل على بصيرة، النظام الآن تغير 20-30 سنة الأخيرة، لكن أتكلم على حاجة في الستينات، يكون هكذا يدخل على بصيرة يعلم أنه لن يخرج ويتمنى أن لا يخرج لأنه لا يجد مستأجرا بسهولة. فهل نقال الآن على كلام هؤلاء بعض أهل العلم أن المستأجر الذي أصبحت العين في يده كالمملوك غاصب، وعلى القول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة تبطل صلاته، فكل صلاته تلك السنوات باطلة؟ هذا محل نظر كبير، لكن أقول الحمد لله أن الراجح أن من صلى في أرض مغصوبة تصح صلاته، فإن كان الغاصب فهو آثم بالغصب، وإن كان غير ذلك فليس عليه بأس.
طيب ونعود لك يا أستاذ، لو لبس عمامة من حرير في الصلاة، الآن هل هناك نهي عن لبس الحرير في الصلاة أم مطلقا؟ مطلقا، فلا يعود النهي لا إلى شرط العبادة ولا إلى ذاتها، فتصح الصلاة مع اسمه بلبس الحرير، لكن لو ستر عورته بحرير هنا النهي عائد إلى الشرط أم الذات أم خارج؟ شرط، ستر العورة شروط صحة الصلاة، فإن ستر عورته بحرير نقول حينئذ بطلت صلاته. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى شرط العبادة. فهمتم الفرق بين يصلي في عمام أو شراب من حرير أو خف من حرير وبين أن يستر عورته بحرير؟ أن النهي في الأول عاد إلى أمر خارج، وفي العورة عاد إلى شرط الصلاة. واضح؟ طيب لو صلى وفي يده خاتم من ذهب، ما في شرط عام، ما فيش عندي نهي اصلا عن لبس الحرير في الصلاه، لكن النهي عام، اذا فالنهي عائد الى امر خارج لا الى ذات العباده ولا الى شرطها. طيب لو كان مدخنا فصلى، قل نفس اللي فعل معصيه في الحج، ولو كان سامعا للغناء فصلى، صلاته صحيحه وهو آثم بهذه الافعال المحرمه. هذا الموضوع يطول، لكن ارجو ان نفهم هذه المسألة، أنه إما أن يعود إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فتبطل به، فإن عاد إلى أمر خارج فلا تبطل به العبادة. طيب الحديث اللي معنا أن نهى عن بيع فضل الماء. الماء من حيث الوجود أقسام وتقريبا ثلاثة: ماء يجريه الله في الأنهار في الغدور في الآبار في الأمطار، ماء هذا الماء لا يملكه أحد، لا يملكه أحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. هذا الماء الذي يوجده الله هو محل الحديث، والقسم الثاني سيأتي. القسم الثاني من الماء: رجل يحفر بئرا حتى يصل إلى الماء، فالآن الذي أوصل إلى الماء الرجل، لكن هذا الماء هل يعد مملوكا له بالحفر او يعد داخلا في قوله تعالى: لم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع الارض فيبقى مملوك؟ هو كله مملوك لله، لكن ما زال مشتركا بين الناس. هذه مساله فيها خلاف: من حفر البئر ووصل الى الماء، هل حفره للماء بمثابه حيازته للماء فيكون ملكا له او يكون مشتركا بين الناس فيها؟ القسم الثالث هو ان تحوز انت الماء بنفسك. ازاي تحوزه بنفسك؟ يعني تطلع على البحر ومعك جراكن ومعك براميل وتقعد تملى الماء وتتكلف له وتجيب خراطيم ومكاين حتى يكون عندك عدد من الجراكن. هذا القسم الثالث يسمى الحيازه، الملك بالحيازه، يعني انت تحوزه فيصير ملكا لك ان تبيعه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما نهى عن بيع فضل الماء هو يقصد القسم الأول والثاني: الماء الذي يشترك فيه الناس، خذ منه حقك ما شئت، اسقي منه مواشيك، اسقي منه ثيابك، اسقي منه أهلك، خذ ما شئت، لكن الزائد عن حاجتك ليس لك أن تمنع منه الناس وليس لك أن تبيعه للناس، لأنك لست مالكا له، إنما الناس فيه شركاء. وفي هذا قصة الزبير، كنت تعرفونها، أن رجلا من الأنصار كان له أرض تحت أرض الزبير، الزبير أرضه أعلى والرجل أرضه دونها، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وشكى الزبير، يعني الماء بيجيله من فوق بيسقي وبعدين أنا أعلم، فقال له سلم: أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، لا تتكلف، خذ المناسب وسيب الماء. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني عشان ابن عمتك بتقول له كده؟ وهذه كلمة من أقبح ما يكون، وفيها انتهاك لمقام النبوة، يعني أنت بتجامل. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى تغير لونه ووجهه عليه السلام، فقال عليه السلام واستوعى للزبير حقه، قال: أسقي يا زبير حتى يصل الماء الجدر، خذ حقك كامل، رأينا رأيا فيه صلح وتيسير لك وله،
ولكنه أبى إلا الحق خلاص، ولم يزده غضبه عليه السلام على أن يستوفي للزبير حقه، خذ حقك من الماء حتى يبلغ الجدر. الجدر اللي هي هذه الأمور الطينية أو المباني الطينية اللي بين الأراضي وبينها، قل حتى يصل هذا الحق، ثم بعد ذلك أرسل الماء إلى جدر. يقول الزبير: فما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. هذا الرجل الأنصاري وكان قد شهد بدرا رضي الله عنه، ولكن زل بهذه الكلمة، وجاء في بعض الروايات أنه عمل لها أعمالا يتوب منها. كلمة عظيمة أن يتهم النبي عليه السلام بأنه يحابي من أجل أن هذا ابن عمته، وعمته من هي؟ الزبير بن صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا هو مسألة فض الماء، تأخذ حقك ثم لا تمنع الناس منه، لكن ماذا لو أنك حزت الماء وجعلت في قوانين أو الحطب؟ فإن أهل العلم متفقون على جواز بيع الماء إن امتلكته بالحيازة، طرق الملك إما البيع والشراء إما الإرث، واحد يهبك هدية يديك الألم، ده من طرق الملك أيضا الحيازة، أن تذهب إلى البر وتصطاد حباب طبعا ليس مملوكا لأحد، أو أرانب، أو هذه اسمها حيازة تملكها، لا بأس بهذا ما لم يكن هناك ضرر عام على الدولة أو على المجتمع ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم حبلا على ظهره فيحتطب فيأتي فيبيع الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. قوله فيبيع الناس دليل على أن ما حازه هذا الرجل من الكلأ والعشب ونحو ذلك امتلكه بالحيازة، فجاز له بيعه، ولذلك يجوز أيضا بيع الماء على هذا التقدير، أن تخرج وتتكلف مثل مصانع الآن شركات المياه، مدير جهينة أتوا بمكائن وأتوا بأواعي وآنية إلى آخره، فلا يمكن أن يقال بأن البيع حرام. فالصحيح أنه يجوز بيع الماء، وليس داخلا في هذا الحديث. الذي يدخل في هذا الحديث هو الماء الباقي على كونه مشتركا بين الناس، فلا يجوز لك أن تبيعه. وبيع الماء كما سمعتم هذا الحديث حديث الحطب، وكذلك بيع بئر. ما هي البئر التي بيعت في عهد رسول الله؟ روما، بئر روما. قال عليه السلام: من اشترى بئر روما يعني فسبلها لله له بها عين في الجنة. فقام عثمان يشتري، اختلف هل اشتراها من روما الغفاري الكناني من أصحاب رسول الله، أم اشتراها من رجل يهودي. يروون قصة هكذا أن رجلا يهوديا كان يملك تلك البئر، فأتاه عثمان فقال: بيعني بئر روما. قال: لا. قال: بكذا. قال: لا. قال: هو منتفع كل يوم يبيع للمسلمين وطلع عنه من هنا هنا. قال له خلاص، قال له: بيعني النص، نص البئر. وما زال يدفع له حتى رضي اليهودي. قال له: جزاك الله خير، أنا يوم وأنت يوم. اليوم بتاع عثمان بالمجان، واليوم بتاع اليهودي بالفلوس، فالناس بتروح يوم إيه؟ ولا يروحوا اليهودي بالمجان، ويأخذ من الماء ما يكفيه للغد، ثم بعد غد يروح لعثمان تاني. اليهودي فلس. فجاء إلى عثمان، يقولون هكذا كانت القصة، أنا لم أجدها نهائيا. يقول له: اشتري النصف. قال: ولا بلاش، خدنا النصف بالنهاية والحمد لله. هذا القصة هكذا تروى، لكن في البداية والنهاية هذه القصة رويت عن روما الغفاري رضي الله عنه من أصحاب رسول الله، أنه سأله فقال: إني لي عيال وهذه يعني تغنيني، فعرض عليه خمسا وثمان فأخذها واشتراها عثمان، وهذا من جملة ما نفع به الإسلام والمسلم. فالشاهد هنا أن بيع فضل الماء إنما يكون فيما اشترك فيه الناس، أما ما حازه العبد بنفسه فليس داخلا في الحديث. قال وبهى أن الموضوع يطول، ونهى عن ضراب الجمل، وفي حديث ابن عمر، وعن عصب الفحل. ضراب الجمل أو عصب الفحل هو اللقاح، يعني يقول: أنا آخذ منك هذا الثور لألقح الإناث أو النوق التي عندي بكم بكذا. نهى الشارع الحكيم عن ذلك، إما لأنه من مساوي الأخلاق أن تبيع مثل هذا، أو للدناء أو على المبروء أو على القصة، أن تكون نفس المسلم بهذه الدرجة من الدنو، فحتى يبيع هذا الماء الذي يخرج من الجمل أو من الثور أو من الحصان نحو ذلك، فنهى الشرع. أو قالوا: واحتمال الغرض،
لأنك لا تدري كم الكمية التي تخرج، وهل تخرج أو لا تخرج، وإن خرجت هل تنتج أو لا تنتج. كل هذه احتمالات توجب غرراً في البيع، فمن ثم سد الشارع الطريق. فجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة على التحريم، لكن المالكية رأوا اختياراً آخر، قالوا نحن نؤجر الثور أو البعير ولا نؤجر ماله، يعني كأنه نوع من التحايل، هنعقد على البعير أجره 3 أيام، فهمت ازاي؟ واسيبه بين الايه؟ النوق، وهو وشطارته، يعني احنا نسيبه 3 أيام، يكون مثل هذا المالكي يتساهل فيه، الأمر فيه ميسور، حتى لو ما نزل ولا جاء مع الأنثى ولا حصل الحمل المقصود فليس هناك بأس. لكن الجمهور على خلاف ذلك، ووجدوا لذلك مخرجين، قالوا إما أن يهديك أو يكرمك صاحب الثور ويقول لك خذ هذا مني مجانا، فيكون بين الأناس مثل الديك الآن، ويجيبوا أظن ذكر بط أو حاجة، ها ولا جماعة الريف، ما هو بحاجة زي كده موجودة الآن؟ لا، يؤتى بذكر فيكون بين أكثر من أنثى، وينزو على هذه وينزو على هذه وينزو على هذه، بفلوس؟ بفلوس؟ حتى البط. على كل حال الباب واحد، الباب واحد، يعني سواء حتى الكلاب إن قال لا يأخذ ذكر من سلالة معينة، يعني هم أهل العلم يقول إن وجد من يدفعه مجانا فالحمد لله، طيب إن ما وجد قالوا يتوجه إلى الشراء حتى يتجنب النهي، قالوا مش راضي بيع، أنا أنت أحيانا تحتاج السلالات، يعني الكلاب البوليسية هذه عشان تبقى بوليسية مش هجيب كلب من الشارع، لابد من كلاب بسلالات معينة قد تنظر مع الوقت ولا سبيل إلا إلى التعشير، يعني يأتي بكلب فيعشر. طيب الآن الجهة الرسمية دي مش لاقي كلاب ولا حد راضي بيها، يقولون حينئذ إن اضطر إلى التأجير، تأجير الكلب أو تأجير الفحل يعني سواء كان من كلاب أو من خيل أو ذلك، فإنها يكون هنا الحاجة تبيحه، ولكن بقدر هذه الحاجة تقيد الأمور. فالمهم أن النهي عن ضراب الجمل أو عصب الفحل يعني النهي عن تأجير مائه أو عن شراء مائه، فإن تيسر لك أن تشتري ذكرا ليقوم بهذه المهمة فالحمد لله، وإلا فإن أهداك أحد فإن لم يوجد ليس أمامك إلا أن تأخذ بسعر، كما قلنا من قبل في شراء الكلاب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب؟ قلنا طب والله أنت محتاج كلب ضروري وما حدش يريد يدولك مجانا، وكلاب الشارع ما تنفعش. الحرامي انظر تزر الكلام لما انتهى يا شيخ، أنا ما عندي مقاطعة. إيه؟ الله أكبر. الله يعني لا، هو الموضوع أصلا فيه نهي، يعني لو استطاعوا من شراء هذه السلالات كان أبعد عن النهي، فإن لم يوجد واضطروا لذلك فلا بأس، أرجو أن لا بأس يعني، والله تعالى أعلم. على كل حال المسألة فيها نظر، لكن هذه النهي وذلك الجمهور على التحريم مطلقا، والحنابلة هم من وسعوا قالوا إن وجد حاجة ولا يجد من يهديه ولا يجد من يعطيه يعني يبيعه هذا الذكر فلا بأس إن أجر هذا الماء أو اشترى هذا الماء، في نظر على كل حال. الإسلام عجيب، يعني في هذا الحديث من الفوائد حماية الإسلام لأموال المسلمين ولنفس المسلم، يعني لا يصل بك الحال إلى هذه الدرجة من الابتزال أن تبيع ماء الثور، المسلم أنزه وأشرف وأعلى من مثل هذه الأمور، هذه فيها خسة ولا إيه رأيكم؟ يعني حقيقة فاعل هذا إلى الخسة أقرب منه إلى المروءة، أن يصل به الحال أن يبيع ماء الكلب أو ماء ذكر من القط مثلا ونحو ذلك، وإن لم يكن لك حاجة بذلك، لكن في الجمال في البعير في الثور البقر ونحو ذلك فلا شك أنه منزلة يعني متدنية لا تليق بالمسلم. والقول الثاني أنه من باب الغرر، فالتحريم أيضا ظاهر فيه. إذن ففهمنا الآن يا أخوان من الحديثين ما معنى النهي في لسان الشارع، وباب النهي باب يدرس في أصول الفقه بشكل متوسع جدا، فقط تعرضنا إليه بشكل يسير حتى نفهم أن هذه البيوع لما كان النهي متوجها فيها إلى عينها إلى ذاتها اقتضت التحريم، وكذلك إن عاد إلى الشرط اقتضت التحريم والبطلان، أما إن عاد إلى أمر الخارج فليس في بأس، وليس عليه يعني لا يترتب عليه لا تحريم
ولا بطلان، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل يا أخي. حضرتك سطرت على الإيجار، في شيء أشد من المستأجر يوفر وأولاده في الشقة، هل تختصر؟ لا لا، يعني حقيقة تزوج القانون ومع ذلك تتصل بالشقة حسب القانون. لا لا، هذا القانون يجب عدت النظر فيه قطعا في هذا الزمان. إما أن يجلسوا فيه بقيمة مثل الإيجار أيامها لا مانع، أنا كتبنا هنا مقالة طويلة جدا لو عايز ترجع لها. إما أن تجلس فيه، أنت مأجر في الستينات بخمسة جنيه، يقول لك أنا هزوده خليه كام؟ خليه عشر، وجاء على نفسك ليه كده؟ والخمسة من عشرة فرقت إيه الوقت؟ انظر هذه الخمسة كم تعادل ذهبا أو لحما أو خبزا، ثم قدره اليوم كم. خمسة جنيه ذهب أيام في الستينات الجماعة ها كم تساوي ذهب إيه؟ ها؟ لا خمسة جرام إيه؟ لا 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 أكثر، لا لا جرام أكثر، يعني أكثر من خمسة جرام بكتير. آه مثلا يمكن أو. على كل حال يقدر، يقول والله الكيلو اللحمة أيامها بخمسين قرش، خمسة جنيه كام كيلو؟ عشرة كيلو، اضرب 350 يطلع كام؟ ثلاثة ونص، اديله ثلاثة ونص الآن واقعد في العيد، هذا العدل. أما تقع زوده، والله الناس يقولون كده خليته من عشرة لتلاتاشر، تلاتاشر ايه واربعتاشر ايه خمستاشر، ولا ألف ولا ألفين، ما عادش ينفع. خلاص البلد الله المستعان. فما ينفعش أبداً تقول الخمسة خليهم عشر، العشر حين عشرين، لا. أنت تقدر هذه الخمسة حينما كانت تفتح بيته هو كمالك، وناس كانت عايشة على الإيجار يا أخوان، يعني يأجر الشقة عشان يعيش بأجرته. طب اديته النهاردة مية جنيه بدل الخمسة، هو يدوبك يفطر. لازم تقدر الخمسة اللي رضيها أيامها بما يعادلها اليوم، هذا العدل، غير ذلك ظلم بين. لا من المستأجر هذا محل نظر. نعم الزوجة نفس الكلام. والله إن كان المالك الأصلي رضي العقد بهذه المدة فهو صاحب الحق ورضي، هو المسلمون على شروطهم سواء للمؤجر أو لغيره. حتى زوجته الآن، يعني يمكن الجانب الإنساني يلتمس في الزوجة إنها تروح فين، يمكن. لكن مع ذلك إن ما كان هناك المدة 59 سنة دي، إن ما عقد بمدة ينتهي بموته هو، يا ما أجر، لا أجر زوجه. والله يقال له يبحث عنه أو يعطيه ما يناسبه، أو تراضى يتصالح على أجرة مناسبة. يعني يمكن 3500 ثمن اللحمة دي ما يقول لكش بلا، يقول لك خليها 1500 ويكون سامحه. طيب أنا تعطيش بعشرة جنيه أبدا. الخلو، الخلو صدر فيه قرار عموما من مجمع الفقه بالجواز، لأنه مالك منفعة. هم يقولون مالك، هذه في قرار من المجمع الفقهي مش فتوى من حد يعني. القرار يقول أن الخروج بخلو لا بأس به لأنه من بيع المنفعة. المستأجر الآن يملك منفعة هذه العين، له أن يستوفيها بنفسه أو يأخذ عوضا عنه، وعلى أساسه صدر القرار بالجواز خلو. يعني ما يرى بعض الناس يتورعون جزاهم الله خير، لكن يقال ما دام المالك، أصل بعض أحيانا المالك لو خد فعلك 100,000 ولا ما عشان تطلع، مش بس يبيعها ده بيطلع ببرد. يعني أنا أعرف قصص مضحكة في هذا الباب. طب ممتاز، أنت أثرت قضية عظيمة جدا. أنا أقول الآن من صلى وعليه نجاسة وعلم بها بعد الصلاة صحت صلاته، بينما من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا عليه الوضوء ثم إعادة الصلاة، فما الفرق بينهما؟ أنا ذكرت قاعدة الأسبوع الماضي اللي مذاكر كويس، يعني إن صلى عليه نجاسة تصح الصلاة طالما ناسي أو جاهل، وإن صلى بغير وضوء تبطل الصلاة عليه إعادتها. ها؟ طيب ماشي ممتاز جدا، هي شرط من شروط الصلاة، وتجنب النجاسات شرط من شروط الصلاة، لما لا تبطل الصلاة في الموضعين؟ وايضا وطهر بيتي للطائفين تطهير الثياب والكل، ده لابد منه شرط. انا اعطيكم قاعده جميله جدا الاسبوع الماضي
وقلت لكم أعقد لكم فيها جلسة مستقلة. كنا يفرق بين فعل المحظور وترك الواجب. فعل المحظور مضى، فعل المحظور هذا من حيث التقعيد، ولا السنة واضحة، النبي لما صلى وأكمل صلاته، إذن لما يكون في نجاسة ما تعرفهاش يصح بدأنه صحح الركعتين الأوليين عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث التقعيد قلنا فعل المحظور يعذر فيه العبد بالجهل والخطأ والنسيان والإكراه، وترك الواجب لا يعذر فيه العبد بذلك، إما أن يأتي بالواجب أو يأتي ببدل الواجب. هنا الآن الذي كان عليه نجاسة يجهله، هل هذا فاعل المحظور أم تارك الواجب؟ هذا محظور، فيعذر الشارع يعذره بجهله وخطائه ونسيانه وإكراهه. أما تارك الواجب كله الحمد لله يعفو الله عنك لأنك كنت جاهلا، لو كنت عامدا فأنت أسف، لكن جاهل يكون يعفو عنك الشارع جهلك، لكن لا يسقط عنك الواجب حتى تأتي به فيطالب بإعادة الصلاة. فهمت الفرق يا أولا؟ طيب انتهينا ولا في شيء؟ البير اللي بيتحكم محل النظر طبعا، يعني مسألة من قال أن البئر الماء الناس فيه شركاء، لا البئر الآن ما هو زي زمان يحفر روشات، لا لا، فيتكلف 100,000 جنيه وما أدري إيش، فلا شك إن هذا من جملة حياسة الماء، ولعل الأرجح هذا أنه إن حفر البئر فأخرج الماء منه فالماء له مختصا به، ليس عليه أن يدفع أو أن لا يبيع فض الماء، فض الماء في الماء المشترك مياه البحار والمطار ونحو ذلك، وهذا إخوان مقيد، لأن أنا حديث الناس شركاء في ثلاثة ما توسعنا فيه، لأن الموضوع كبير يدخل فيه النفط ويدخل فيه الفحم ويدخل فيه الذهب ومناجم الذهب والآثار، فهل نكون ناس شركاء الآن في هذا الزمان في الآثار؟